السلام عليكم يا شباب. طبعا من التمارين ايضا المهمه باليونت 2, one of the most important thing for the unit 2 is using the sounds of es and s in the end of the words, نهايه الكلمات اللي تحتوي على s والes. Remember the rules for the pronunciation of s at the end of the words. تذكر انه حرف الاس اللي متواجد ببعض الكلمات بالنهايه. This applies to the third person singular and the present simple and to the plural noun. طبعا بعض الأحيان يشير إلى plural noun, يا أما إلى الجمع يا أما إلى أس الشخص الثالث اللي موجودة تعبر لنا عن. إحنا هذا التفاصيل ما لنا دخل بها, إحنا نريد نعرف طبعا في هذا الدرس مالنا نريد نوضح إنه حرف الأس والإي أس اللي متواجدة بالنهاية لازم نعرفها, يا صوت تلفظ, هل تلفظ صوت الاي زت اللي هو هذا اللي منطق إياه هنا, شوفه, هل تلفظ صوت الاي زت؟ شلون عرفنا صوت؟ عرفنا صوت انه منطق إياه بين سلاشين هيك. هل تلفظ صوت الاي زت او تلفظ صوت الاس او تلفظ صوت الزت بحدها؟ طبعا بهذا المحاضره راح نوضحها بشكل مختصر. طبعا عندك هنا يقول اذا الكلمه تنتهي بوحدة, if the words ending in, إذا الكلمة تنتهي بوحدة من الياء حروف الأس باو عليها, زت, الإش, الإتش. إخوان الإش بعض الأحيان يقصد بها هذا الحرفين الأس إتش, الإتش يقصد بها هذا الحرفين السي إتش, الإج يقصد بها الجي الدي جي. هذا شوية اكتبها بشكل اوضح, دي جي, يعني الكلمة تنتهي بوحدة من هذن الحروف او الاصوات راح يكون لفظة الاي الاس تكون لفظة اي زت. يعني شلون هذا الحكي؟ مثلا مسز هسه مو انتهت باي اس, طيب قبل الاي اس هذن الحرفين قبلهن شنو اجانا؟ اجانا حرف ال اس. ما دام اجانا هنا حرف الاس معناها هنا هذه الكلمه بنهايتها صوت الاي زت, يعني الجواب مالك يكون اي زت تخليها بين سلاشين, يعني هاي الاي اس لفظت على شكل اي زت, يعني مسز هيش تنقري. هذا مقصد الكلام من عنده. عندك هذه بيش انتهت؟ انتهت باي اس, قبلها شنو؟ قبلها حرف الاس, نفس الوضعية معناها بها صوت الاي زت. زين عندك هنا نفس الحالة, هاي الاي اس قبلها شنو؟ قبلها حرف الاس معناها بها بالنهاية صوت الاي زت, باوع وخليه بين سلاشين معناها بهذا الصوت. عندك هنا بيش انتهت؟ هاي انتهت باي اس, قبلها شنو؟ الاس اتش, شوف هاي اللي ذكرتها هنا, شوف هذه. زين معناها يا صوت هنا اي زت, هنا نفس الحالة اي اس قبلها اش معناها اي زت بها صوت اي زت, يعني تنقر هنا شنو؟ دش از, شوف قرأتها از, واش از بالاخير از, باسز, choose هو sizes هنا زت باو عليها, اي اس قبلها حرف الزت اللي هو وين هذا حرف الزت معناها بها صوت الاي زت باو عليه. زين سي اتش هاي اللي ذكرتها هنا, طبعا هو ما منطق اياها لكن ذكرناها هنا بالشرح, الاي اس اجت قبلها شنو؟ اجت قبلها سي اتش معناها هنا بها صوت الاي زت, يعني تنقري watches, watch is. هو يعني مختصر مفيد لهذا الكلام انه الاي اس شنو تلفظها يكون اذا اجتنا بالنهايه, اذا قبلها وحده من هذن الاصوات او الحروف بهاي الحاله راح يكون تلفظ مالتها اي زت. عندك هنا نفس الحاله, شوف هاي اجت قبلها manages جي اذا اي زت, badges اي زت. شوف هسه تجي على الصوت الاس, شو وقت يلفظ لنا حرف الاس؟ طبعا عندك هنا البي تي كي اف اف
اي تي اتش يعني هنا أنا. هذا الصوت يقصد بي تي اتش. عندك مثلا ستوبس، شوف انتهت بحرف الاس وقبل حرف البي اللي هو هذا، فمعناها هنا بيها صوت الاس. اوع ايش لفظتها بالنهايه؟ ستوبس، بينما هنا اذا تذكرونها ووشز، ووشز از، هنا ستوبس. زين هنا ايضا شيبس انتهت بحرف الاس وقبلها حرف البي اللي هو هذا حرف البي، اذا بها صوت الاس. انتهت بحرف الاس وقبل صوت التي او حرف التي، اذا هنا صوت الاس. بالنسبه للكي، شوف انتهت بحرف الاس وقبل الكي، اذا اس. هنا نفس الحاله، انتهت بالاس وقبل الكي اس. هنا انتهت بالاف لفظ، هاي تلفظ صوت الاف، اذا هنا حرف الاس. كفس هنا ايضا اف بها صوت الاف، معناها اذا صوت الاس. ماثس اس، هذا بهالشكل هذا الترتيب مالته. طبعا عندنا هنا، اما اذا لم تطبق عليها القاعده الاولى والقاعده الثانيه، القاعده الثالثه باقي الحروف، مثلا البي دي جي في الاذ الال الام الان الانج or any vowel sound the final s is pronounced z. شوف هسه هنا انتهت بالاس قبل البي، شوفها هنا ايش تلفظ؟ stubs z، صوت الز. hand هذا الدي، شوف hands z. هنا الاج bag bags z. زين هنا الفي lives z، وعندك هنا اذ z، ال z. زين وعندك الام، شوفه z، وعندك الان z، شوف goes z، ونيو دبليو z، وهنا ايضا z. اذا هذا التمرين او هذا الشرح مال، عندك هنا مجموعة كلمات وهذا الاصوات الخاصة بها، بالامكان انه نحلهم بشكل سريع في سبيل انه حنخاف انه احد ما. عندك الاولى حالها chucks، عندك girls places و البويز. تجي البويز هنا، البويز ويامن من اسمها الزت، اذا تجيب البويز تخليها بهالشكل هذا. يعني بها صوت الزت. زين اللي بعدها lives، lives lives ويامن. اذا تجينا للليفز راح تلقى انه ايضا ويا صوت الزت. زين اورز، اورز ايضا ويا صوت الزت. زين ايرز، ايرز معناها اذنين، ايرز. و product، products، products ويا products. زين loves، loves ويا زت. minutes، minutes المينتس ويا الاس. closes، closes ويا الاي زت. closes و graduates، graduates ويا الاس. و
listens ويا listens، المفروض listens ويا الزت. وعدنا wants يريد wants، و messages ويا الايزت، والهيتس ويا الاس. وعدنا الكوكس ويا الاس، وساندويتشز ساندويتشز، وثينجز ويزت. هذا فيما يخص